في سايكولوجيست امريكان سايكولوجيست اشتغلت طول عمرها مع الاولاد يعني، فهي تخيلت ان هي ذا بيست واي ان هي تحط العلاقه بين الاب والام من ناحيه مع الطفل من ناحيه في شكل هيراركي هرم، والهرم ده ليه قواعد، بمعنى ان انت ايه ما ينفعش تطلع to the top of the hierarchy without going down starting from down first. اوكي فهي هنشوف الاشكال بتاعته في الحلقات، ان الاستاديز اللي اتعملت الابحاث اللي اتعملت اكتشفت ان العلاقه لما بتبقى بالشكل ده كل المشاكل اللي الاب والام طول النهار بيحكوا فيها، ان الولد ما بيسمعش كلام، الولد بيكذب، الولد بيسرق، الولد بيزعق، بيعلي صوته، بيخبط راسه في الحيط، كل ده ماشي most of it it's not all of it، يعني كل الحاجات دي لو مش كلها تماما بتختفي لما انت بتبدا تتعامل بالشكل ده. فانت بدل ما انت بتبدا تدور على المشكله وتحلها، لا لا سيبك من المشاكل، الغي الطريقه اللي كنت بتتعامل بيها وابدا تتعامل بالشكل ده. هي الميزه ان هي حاجه اتعمل عليها ابحاث وعملت تغيير رهيب في حياه اباء وامهات وابناء، وحولت العلاقه لعلاقه ممتعة. هي فكرة الحلقات احنا يقول لك ايه، يقول لك اتعامل مع ابنك كويس، ماشي يا سيدي انا عارف ان انا المفروض اتعامل، بس اتعامل ازاي؟ يعني الواد مثلا بيخبط راسه في حيطة، اعمل له ايه كويس؟ يعني الواد بيضرب اخوه، الواد بيكذب، كويس ده ايه؟ فده اللي احنا ان شاء الله نتكلم فيه، ان ازاي يبقى فيه از فيري يعني كلير structure، يعني طريقة واضحة جدا وسهلة وبسيطة، لا اعمل كذا وكذا وكذا. فاحنا هنتكلم في تفصيل كل حاجة وندي للناس تروح البيت practice it for a week come back، يعني تعالوا بقى قولوا لنا عملتوا ايه لقيتوا ايه. يعني هو الاصل في العلاقة بين الاب والام والطفل ان هي ربنا قال المال والبنون زينة، لكن احنا اللي عايشين ان هم مش زينة، هم هم. فازاي تحول الهم ده ان هو يبقى زينة، ان احنا نعمل الجزء اللي عليه.